جولة أخبار أونلايف، أهلا بحضراتكم إلى هذه الجولة، حيث وجه الرئيس السيسي بضرورة المضي في خطوات تطوير قطاع النقل في مصر بشكل شامل مع مراعاة أعلى معايير السلامة والأمان، وبأهمية زيادة نسبة المكون المحلي في المشروعات التي سيتم تنفيذها فضلا عن خلق فرص عمل جديدة. وخلال اجتماع الرئيس مع القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل هشام عرفات، استعرض وزير النقل جهود تطوير شبكة الطرق والكباري في الفترة من عام 2014 حتى 2018، فضلا عن خطط الارتقاء بمرفق مترو الأنفاق وخطوط السكك الحديدية والموانئ البرية والبحرية على مستوى الجمهورية، وخطط ربط العاصمة الإدارية الجديدة بشبكة السكك الحديدية. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة وضع مخطط شامل لتنمية قرية الروضة، وخلال اجتماعه بالقائم بأعمال رئيس الوزراء وزير الإسكان مصطفى مدبولي، شدد الرئيس على أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الوزارات المعنية ومحافظة شمال سيناء لضمان سرعة تنفيذ المخطط. من جهته استعرض مدبولي خطة وإجراءات الحكومة لتنمية قرية الروضة، كما تم خلال الاجتماع استعراض عدد من التقارير ذات الصلة بعمل الحكومة ووزارة الإسكان، ومنها خطة الدولة الاستراتيجية لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، فضلا عن التطرق لمنظومة التغذية المدرسية للتأكد من حسن سير المنظومة وضمان حصول التلاميذ على العناصر الغذائية السليمة. أعلنت وزارة الداخلية عن مقتل 5 عناصر إرهابية كانت تستهدف تنفيذ عمليات عدائية ضد منشآت حيوية ودور عبادة مسيحية. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن العملية تمت في نطاق محافظات القاهرة والإسكندرية والقليوبية والوادي الجديد، وأسفرت عن القبض على 10 عناصر إرهابية أخرى. استخدمت الولايات المتحدة حق النقد الفيتو ضد مشروع القرار المصري حول القدس. وقالت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هيلي، قالت إن الولايات المتحدة استخدمت الفيتو دفاعا عن دورها في الشرق الأوسط. لجأت إلى حق النقد في مجلس الأمن، وإن ممارسة هذا الحق لا يتم بشكل متواتر، وهذا التدبير لم نلجأ إليه لأكثر من 6 أعوام، ونحن لا نقوم بذلك بفرح وغبطة، ولكن لن نتردد. فهذا الأمر تم للدفاع عن سيادة الولايات المتحدة ودورها في عملية السلام في الشرق الأوسط، ونحن لا نشعر بالخجل، بل ينبغي بأعضاء مجلس الأمن أن يشعروا بذلك. ونحن ناقشنا هذا الموضوع منذ 10 أيام، وأود أن أتحدث عن إعلان الرئيس الأمريكي بالنسبة للقدس. فالرئيس الأمريكي كان حريصا بعدم التوصل إلى أحكام بالنسبة للوضع النهائي بما في ذلك الحدود، وهذا الأمر يخضع للتفاوض بين الطرفين، والموقف هو يتلائم مع قرارات مجلس الأمن السابقة. من جهته قال مندوب فلسطين في مجلس الأمن، قال إن الولايات المتحدة اختارت أن تنحاز بشكل كامل لصالح سلطة الاحتلال الإسرائيلي وعرقلة جهود السلام، مشيرا إلى أهمية وضع آلية جديدة جماعية وتحت مظلة الأمم المتحدة للحفاظ على الوضعية القانونية للقدس. وما سمعناه اليوم هو انحياز كامل 100% لصالح سلطة الاحتلال، وليس لموقف انحيادي بيننا وبين الطرف الإسرائيلي. فمن المفارقات المأساوية أنه بينما كنا ننتظر أن تأتينا الولايات المتحدة بخطة السلام، بخطة العصر، وجاءتنا هذه الإدارة بمسلك يعرقل ويهدد تحقيق السلام، مما يستدعي وضع آلية جديدة تكون جماعية وتحت مظلة الأمم المتحدة بعيدا عن الصيغ القديمة التي لم تجدي نفعا. ولكن من المثير للعجب أن الدولة العضو التي استخدمت الفيتو اليوم هي نفسها التي تؤكد مرارا وتكرارا على سلطة مجلس الأمن
وأهمية احترام قراراته. وصفت الرئاسة الفلسطينية استخدام الولايات المتحدة الأمريكية الفيدو ضد قرار بشأن القدس، وصفته بأنه استهتار بالمجتمع الدولي. وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينا، قال إن استخدام الفيتو الأمريكي مدان وغير مقبول ويهدد استقرار المجتمع الدولي لأنه استهتار به. قال مندوب مصر الدائم في مجلس الأمن السفير عمرو أبو العطاء إن أي قرار أحادي لتغيير وضعية القدس يمثل مخالفة للقانون الدولي. فقضية القدس إحدى قضايا الوضع النهائي لتسوية القضية الفلسطينية سلميا عبر التفاوض بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وأي محاولة لتغيير حقائق على الأرض في القدس تعد من الإجراءات الأحادية غير القانونية التي لا ترتب أي أثر قانوني لتعارضها مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك قرار الجمعية العامة رقم 181 لعام 1947 الذي أنشأ دولتين فلسطين وإسرائيل، واعتبر مدينة القدس هي كيان منفصل يخضع لنظام دولي خاص. وكذلك قرارات مجلس الأمن أرقام 242 لعام 1967 و 252 لعام 1968 و 338 لعام 1973 التي لم تعترف بأي إجراءات تتعلق بضم إسرائيل لأراضي الغير بالقوة العسكرية لتعارضها مع ميثاق الأمم المتحدة الذي لا يجيز ضم الأراضي بالقوة المسلحة. هذا وأكد أبو العطاء أن أي قرارات تغير من وضع القدس تعتبر باطلة ولا أثر قانوني لها، مطالبا بالتراجع عن كل القرارات التي تغير من هوية القدس. كما دعا أبو العطاء جميع الدول بألا تؤسس لبعثات دبلوماسية في القدس وفقا لقرارات مجلس الأمن. إن مشروع القرار يؤكد في فقراته العاملة أن أي قرارات تغير أو تحاول تغيير الشخصية والحالة والتركيب الديموغرافي لمدينة القدس الشريف ليست لها أي أثر قانوني وتعتبر باطلة وكأن لم تكن، ومن ثم ينبغي التراجع عنها امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ويطالب مشروع القرار كل الدول بألا تؤسس بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريف وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980. كما يطالب كل الدول بالامتثال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس الشريف وألا تعترف بأي أعمال أو إجراءات تتعارض مع تلك القرارات. ويؤكد مشروع القرار دعوة المجلس لأن يتم عكس مسار الاتجاهات السلبية على أرض الواقع التي تعيق حل الدولتين وتكثيف الجهود الدولية والإقليمية وتقديم الدعم الهادف للسلام العادل والشامل في الشرق الأوسط على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد أبو زيد في تصريحات لأون اليوم، قال إن مصر والدول العربية تتخذ خطوات دولية بشكل جماعي للدفاع عن عروبة القدس. مجلس وزراء الخارجية العرب الاجتماع الطارئ في 9 ديسمبر كلف المجموعة العربية في الأمم المتحدة بالتحرك من أجل تصحيح هذا الوضع الخاطئ. الخطوة الأولى من هذا التحرك هي التحرك في مجلس الأمن، سيتبع ذلك تقييم من جانب المجموعة العربية لتحديد الخطوات اللاحقة. وسمعنا اليوم السلطة الفلسطينية تعلن عن موقفها ورغبتها في التحرك أمام الجمعية العامة الأمم المتحدة. وتاريخيا حينما كان يصطدم أي قرار بفيتو في مجلس الأمن تكون الخطوة اللاحقة في الجمعية العامة. مصر تتحرك هنا في إطار مجلس الأمن باعتبارها تمثل المجموعة العربية
حينما يتم التحرك في أطر أخرى سواء بالجمعية العامة للأمم المتحدة أو أي أطر أخرى، يكون التحرك جماعي من جانب جميع الدول العربية، وبالتأكيد مصر تكون ضمن الدول العربية التي تتحرك لتصحيح هذا الوضع الخاطئ والدفاع عن عروبة القدس والدفاع عن القدس باعتبارها يعني أحد قضايا الوضع النهائي، والقدس الشرقية باعتبارها عاصمة لدولة فلسطين المستقلة. في السياق نفسه أكد المتحدث باسم الرئاسة المستشار أحمد أبو زيد أن قضية القدس ذات اهتمام دولي هو ما يحرك ضمير المجتمع الدولي. احنا لا نتحدث عن دور مصري او دور عربي، ولكن نتحدث عن ضمير المجتمع العالمي بشكل عام. هذا موقف دولي. هذه مسألة في غاية الخطورة الحقيقة. القضية الفلسطينية قضية مستمرة معنا لعقود طويلة. معاناة باعتباره الشعب الاوحد تحت الذي يقع تحت احتلال اجنبي في عالمنا المعاصر. هذه قضية يعني الدول العالم بأجمعها لها موقف واضح تجاهها، والجميع أكد اليوم على أنه مسألة الحفاظ على عملية السلام ودعم عملية السلام ودعم حل الدولتين وعدم ضرورة عدم تغيير الأوضاع على الأرض أو عدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تؤثر على مستقبل حل الدولتين تعتبر قرارات خطيرة وخط أحمر يجب أن يتجنبه المجتمع الدولي. أعربت مصر عن أسفها لعدم اعتماد مجلس الأمن لمشروع القرار المصري حول القدس بعد استخدام الولايات المتحدة لحق النقد الفيتو، وأوضح بيان لوزارة الخارجية أن مشروع القرار المصري جاء استجابة لضمير المجتمع الدولي الذي عبر بوضوح عن رفض اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، مضيفة أن المجموعة العربية في مجلس الأمن ستجتمع لتقييم الموقف ولتحديد الخطوات القادمة للدفاع عن وضعية مدينة القدس. قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن كل الشعوب عبرت عن غضبها من قرار ترامب، وقال إن ذلك يدل على عدم شرعية القرار لكون هذا القرار مرفوض فقد لاحظنا أن كل شعوب الأرض وتقريبا دون استثناء نهضت ووقفت وقفة واحدة، وقفة رجل واحد للتعبير عن غضبها من هذا القرار. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هذا القرار غير شرعي. كون جميع شعوب الأرض تقف في مظاهرات أو تخرج في مظاهرات احتجاجية أمام السفارات الأمريكية فهذا دليل على أن مثل هذا القانون لا قيمة له أو مثل هذا القرار لا قيمة له. كذلك لاحظنا أن مجلس الأمن الذي اجتمع أيضا قبل فترة والذي يجتمع الآن لبحث هذا الأمر، لكن عندما اجتمع 14 دولة كلها دون استثناء رفضت هذا القرار، رفضت هذا وانتقدته انتقادا شديدا. وأكد الرئيس الفلسطيني أنه سيتخذ إجراءات قانونية وسياسية ودبلوماسية، مؤكدا على أن قرار ترامب الأخير اختار للولايات المتحدة ألا تكون وسيطا للعملية السياسية. أمام هذا الموقف أيضا نحن لابد لنا من أن نتخذ إجراءات قانونية وسياسية ودبلوماسية، ولكن في بدايتها قلنا والآن نقول إن الولايات المتحدة التي اتخذت مثل هذه القرارات اختارت لنفسها أن لا تكون وسيطا في العملية السياسية، ونحن من اليوم نرفض أن تكون الولايات المتحدة وسيطا سياسيا بعد هذا الموقف الذي اتخذته. يعني لم يعد إلا أن تجلس وهي جالسة في صف إسرائيل مع موقف إسرائيل
تدعمها وتساندها، وهذا موقف تاريخي وأشرت إليه في خطابي في القمة الإسلامية عندما ذكرت، وربما كثيرون لا يعرفون، أن الولايات المتحدة شريك حقيقي وأساس في وعد بلفور الأول. للمزيد في هذا الشأن معنا هاتفيا من رام الله الكاتب الصحفي أحمد زكارنا مستشار تحرير جريدة الحدث الفلسطينية. أهلا بك معنا سيد أحمد على أونلايف. يعني ها هو ترامب أو الولايات المتحدة الأمريكية تجهض مشروع القرار المصري بشأن القدس، واضح أيضا من هذا الإجهاض، واضح أيضا من حديث ترامب اليوم ومنذ قليل حول الاستراتيجية الأمنية للولايات المتحدة الأمريكية، أنه هناك تغييرا جذريا في التعامل مع قضايا منطقة الشرق الأوسط مختلفة تماما عن سابقه أوباما. كيف يمكن أن نستنتج هذا التغير وملامح هذا التغير وهذا التعامل الجديد مع قضايا الشرق الأوسط من وجهة نظرك؟ يعني بداية يجب أن ننتبه إلى أن الرئيس الأمريكي ترامب يمر بأزمات داخلية بالأصل، وبالتالي هو يحاول الدفع بأزمات أخرى في مناطق أخرى خارج الساحة الأمريكية. هو يحاول التدخل في منطقة الشرق الأوسط بما لم تتدخل به أمريكا منذ 50 عاما. هو يخسر على المستوى السياسي الاتحاد الأوروبي، هي الشريك له في الحلف الأطلنطي وفي مناطق كثيرة، ويخسر أيضا في بعض المناطق منها منطقة الشرق الأوسط بعض الحلفاء الذين لم يعودوا يثقوا بهذا الحليف الأمريكي الذي يهين العالم أجمع بمثل هذا الاستخدام السيء للفيتو الأمريكي في محاولة لإلغاء قرارات حتى سابقة لمجلس الأمن وللأمم المتحدة تخص الشأن الفلسطيني وتحديدا مدينة القدس. ومدينة القدس لم يستخرج بحقها قرار أو اثنين، ولكن قرارات عدة، ولكن في المقابل القيادة الفلسطينية عازمة على اتخاذ خطوات حقيقية في مواجهة هذه السياسة الأمريكية. ما هي هذه الخطوات سيد أحمد؟ الخطوات سترتكز على قواعد ثلاث. القاعدة الأولى ستكون قاعدة المستوى الشعبي وهو الميداني، وهو حالة الاشتباك التي تحدث في الميدان، وهناك المستوى السياسي الدبلوماسي، هناك تحرك فلسطيني وتحرك عربي. غدا سيكون هناك لقاء ما بين الرئيس محمود عباس و ملك السعودية، هناك لقاء، وأيضا هناك لقاء للملك عبد الله ملك الأردن بالرئيس الفرنسي وبابا الفاتيكان، وهناك مستوى قانوني سيكون من ضمنه لربما بخلاف التقدم إلى العضوية الدائمة والكاملة في الأمم المتحدة، لربما تكون هناك خطوات بشأن الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية والتقدم، هي يعني التقدم بشكوى في الجنايات الدولية إضافة إلى شكوى أخرى في مجلس الأمن حسب الفصل السادس ضد القرار الأمريكي وضد أمريكا. والفصل السادس تحديدا هو لا يعطي الحق للدولة المشكى أو المشتكى عليها أن تستخدم حق التصويت ولا حتى الفيتو، وبالتالي نحن سندخل في صدام، في واضح هذا الصدام على المستوى الداخلي. هناك تحرك قد يكون على إعادة تعريف السلطة والإعلان عنها، عن تحولها إلى حكومة لدولة فلسطين، على أن تعتبر المجلس المركزي الفلسطيني هو البرلمان التشريعي للدولة. هناك حديث عن الإعلان عن انتهاء اتفاقيات أوسلو، وتحديدا تلك النقاط والاتفاقيات التي لم تلتزم بها إسرائيل. هناك حديث عن أن السلطة تبحث عن إيجاد آلية دولية تشبه ما حدث في الاتفاق النووي الإيراني التي سميت 5+1. هناك حديث عن تحديد موعد لعقد المجلس المركزي الفلسطيني بمشاركة حركتي الجهاد الإسلامي وحركة حماس. كل هذه الخطوات
ستفرض ليس فقط على ترامب ولكن على الأسرة الدولية بأكملها مسؤوليات جديدة، على المستوى العربي مسؤوليات جديدة، لأن من لم يقف مع القضية الفلسطينية اليوم ومع القدس هو سيعري نفسه بنفسه، ويعني أمام الشعوب العربية وليس أمام أحد آخر. اليوم الصهيونية العالمية تدفع باتجاه تحويل الصراع إلى صراع ديني، وحينما نتحدث عن الصراع الديني علينا أن ننتبه جيدا للحلم الإسرائيلي بدولة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات، يعني أن العواصم العربية سيكون احتلالها من خلال احتلال القدس أو تحويل القدس عاصمة لدولة الكيان الإسرائيلي. عذرا سيد أحمد، نظرا لضيق الوقت الكاتب الصحفي أحمد ذكرنا مستشار تحرير جريدة الحدث الفلسطينية، أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة. كثفت وزارة الداخلية من الحملات المرورية بالطريق الدائري بنطاق مديرية أمن القاهرة الجيزة القليوبية، وذلك في إطار خطة الوزارة لضبط الحالة المرورية ولإزالة كل صور التعديات والمخالفات الواقعة على الطريق. بطول 106 كيلومترات يمتد الطريق الدائري مخترقا محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، يستخدمه أكثر من 100,000 سيارة يوميا. ومع تلك الكثافات كانت الحملات المرورية التي تشنها الإدارة العامة للمرور لضبط المخالفات المرورية التي تعيق حركة السير وتتسبب في حوادث تحصد الأرواح. خدماتنا موجودة على مدار اليوم في سيطرة مرورية على كافة المخالفات المرورية والإشغالات والمواقف العشوائية وسيارات النقل غير ملتزمة بالجانب الأيمن من الطريق، وبيتم التعامل مع جميع المخالفات لتحقيق أكبر قدر من السيولة على الطريق الدائري. على امتداد الطريق تم إزالة الإشغالات كافة مع ضمان لعدم عودتها مرة أخرى، وعلى مسافات متفاوتة ارتكزت الحملات المرورية لضبط المخالفات، بخاصة مخالفات سيارات النقل الثقيل والمحدد لها أوقات سير معينة وعلى يمين الطريق. احنا بنأكد ان جميع السادة المواطنين بنعيب بيهم ان هم يلتزموا معنا بالآداب وقواعد المرور، وبصفة خاصة سواقين النقل يلتزموا بالحارة المخصصة ليهم والأماكن الممنوع فيها النقل يلتزموا بان هم ما يمروش فيها. احنا طبعا منعين النقل من الساعة 6 الصبح للساعة 10 بالليل في المنطقة من أعلى المريوطية لغاية نفق الفريق سعد الشاذلي. اي اشغال حاجات خفيفه جدا لا بيتم التعامل معها اول باول، وبيتم ازالتها فورا بصفه مستمره مشاركه معانا على الدائري المحافظات نطاق الاختصاص قطاع امن القاهره وقطاع امن الجيزه ومديريه امن القليوبيه بخدماتهم وظباطهم وحملات المرافق اللي تابعه ليهم معانا للمعاونه لتحقيق الهدف المنشود. الرادارات موجوده عندنا، استعدسنا الاداره دلوقتي حوالي 10 رادارات حديثه، وبيتم نقل الصوره مباشره إلى غرفة العمليات في الإدارة لإرسال الجهات المختصة لاتخاذ اللازم. أول ما ركبت الرادارات من الفترة اللي ركبت فيها لحد النهاردة حوالي يمكن شهرين أو ثلاثة تقريبا، بان كويس جدا نتيجة وجود الرادارات والحد من السرعات على الطريق. المشهد يبدو مختلفا عن ما كان عليه منذ فترة على الطريق الدائرية، حملات مكثفة يلاحظها مرتاد الطريق ورادارات لضبط السرعات وخلو من الإشغالات، فكان هذا المشهد من الانسيابيات المرورية. فقط نذكركم بأهم العناوين. خلال اجتماعه مع القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، السيسي يوجه بضرورة تطوير قطاع النقل. الداخلية تعلن عن مقتل 5 إرهابيين وإحباط مخطط لاستهداف دور عبادة. الولايات المتحدة تستخدم حق النقد ضد مشروع قرار مصري حول القدس في مجلس الأمن. ودائما لنا لقاء على أونلاين.